الصحة، إلا مشات الصحة مشى كلشي. السلام عليكم وتحية طيبة لكل مغربي ومغربية في العالم. السلام عليكم وتحية طيبة لكل مقهور. السلام عليكم وتحية طيبة لكل مغلوب على أمره. السلام عليكم وتحية طيبة لكل مظلوم مغربي باقي كيتسنى حقه. إخوة الأخوات، ليلة القدر عرات على كلشي. حقيقة ديال الأخنوش كانتم كتشوفوا بعينكم صوت وصورة كما كتشوفوا، هو هذا هو رئيس الحكومة ديالنا، هذا هو الملياردير، هذا هو الأخطبوط، هذا هو الوحش المغربي، أكبر ملياردير في المغرب، خامس أغنى رجل في أفريقيا، واحد من المرقعين في العالم. لا باس عليه، عنده الفلوس بزاف، ما عنده فين يدير داك الفلوس، واخا يعيش 200 سنة ما يقدرش يسالي داك الفلوس، يموت هو ويجي ولادو ما يساليوهاش وحفادو ما يساليوهاش. إيا سيدي هو هذا، هادشي كامل هانتوا ما قادش يقاد حتى الجلسة، حتى الجلسة بحالو بحال واحد عادي ما قادش يقاد حتى الجلسة، حتى الجلسة ما قدرش يقادها. باش تشوفوا يعني القيمة ديال الصحة عند الإنسان شحال ساوية. مال الدنيا عنده كنز الدنيا، ما قادرش يجلس بحال الناس، واخا غير ديك الجلسة دابا غير مزورة، نقولوا حنا هاد الصالة ما كيصليش هو أصلا، راه باينة ما كيصليش لأن ما كيعرفش، كاين شي واحد كيتحي كيدير بحال هكا، التحية الناس كيديروا هكا، هو كيدير لها هكا، ما كيعرف لا يتحي ولا يوقف ولا يسجد ولا يدير حتى شي حاجة. وفوق هادشي شوفوا الصورة، يعني الدليل على كل شيء، على الدل اللي مدلول اللي دل فيه في ليلة القدر هاد السيد هذا. واللي عجبني فيه الفقيه هو أن مني قرأ سورة أبا لهب، تبت يدا أبا لهب تب ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، صدق الله العظيم. يعني وصلوا رسالة واضحة وباينة، مال الدنيا عباد الله لا باس عليكم، ما قادرش تجلس بحال الناس، معطوب، ما تعرف واش فيك البواسر، ما تعرف واش فيك شي مشكل، ما تعرف واش سكران، ما تعرف واش ما مفهوماش ديك الطريقه، هذه جالس بحال هكا مدلول معوج، مثير للشفقه، والله الا مثير للشفقه، بالرغم من الكنز ديالو والاموال ديالو. الترند هذا الفيديو هذا عاودته انا اكثر من مره، هذا الفيديو هذا ديالو داير الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، المغاربه كاملين كيهضروا عليه. يعني واخا ما عرفاش بغى يكون هاد اخنوش في الفلوس وفي لاباس عليه، حتى واحد ما تسوق له داك الشيء هذا، الناس شافوا غير هاد الصوره هذه كانت كافية وشافية ومعبرة على كل شيء، على الواقع ديال الحياة وديال الإنسان اللي كيكون جبروت في الحياة ديالو، اللي كيكون يعني سفاح، اللي كيكون كيدي كل شيء، ما كيهموش المواطنين، ما كيكون ما عندوش يعني حس ديال الوطنية نهائيا. أخنوش دار في المغاربة اللي ما عمر شي واحد آخر ما داروا فيهم، أخنوش ضحك على المغاربة بواحد الدرجة كبيرة، أخنوش نهب الثروات ديال المغاربة وبشهادات ديال المغاربة وبالصفقات اللي داروا بمجموعة ديال الأموال، الثروة ديال أخنوش تقريبا ضعفت 50% في الايامات ديال كورونا، في الايامات اللي الناس كتأزم، في الايامات اللي المغاربه تفقروا، في الايامات اللي الناس كانت محتاجه شي حكومه اللي هي حكيمه واللي هي فعلا انها تخدم مصلحه المواطنين واللي تخدم الصالح العام واللي تقدم يعني تخفف الضرر على المواطنين في وقت الشده. بالعكس حنا شفنا الكونترير، شفنا العكس ديال اللي كنا نتوقعوه. واش واحد عباد الله كضعف الثروه ديالو في واحد الوقت ديال الشده، هو تما فهم الفهم وتما عرف شنو كاينه، كيفاش ضعفت الثروه ديالك في واحد الوقت اللي حنا في وقت الشده؟ بالعكس الثروه ديالك تنقص شويه الا كانت كاينه الوطنيه وكاين الحس الوطني وباغي تقدم واحد الاضافه للوطن، راه ما خاصش الثروه ديالك تضاعف، خاصها تنقص او لا غير تبقى هي هي، اما تضاعف تما كاينه. ان بقيتي تابع غير الفلوس السي اخنوش، فلوس 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 جوا وبحرا وارضا، وزعما صراحه ما خلى مني ما جبد الفلوس من اي جهه، الفلوس فلوس فلوس حفن 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 كنس كنس كنس، وهادشي كامل اصاحبي، وجلس غانيشان وقد غا الجلسه ديالك، وجلس عباد الله غانيشان بحالك بحال الناس، غير جلس غانيشان، بنادم فقير ما في جيب واحد حتى ريال، ماكل غير الخبز واتاي، كيجلس وكيربع وكيتحدث وكيتناقش وكيعرف يهضر. انت انسان لاباس عليك، ما كتعرفش تهضر، ما كتعرفش تجلس، ما كتعرفش تصلي، ما كتعرف دير حتى شي حاجه، غير لاباس عليك وصافي. واش غدير بهاد الفلوس؟ طز في هذيك الفلوس هذوك، طز في هاد الفلوس اللي عندك كاع، يعني شنو؟ شنو القيمه ديال هاد الفلوس هذا قدام والو، ما ساوي والو، ما عندك احترام ديال المغاربه، ما عندك يعني وزن بصفه عامه، يعني انت مع راسك، مع راسك راضي على راسك بحال هكا؟
هادشي اللي وقع لك بعدا في الفيديو هذا اللي هو داير بوم. هذا هو البوز ديال هاد السيمانه هادي, هو الفيديو ديال الاخنوش. واش انت ملي كتشوف راسك دابا في التلفازه دابا, واش راضي على راسك دابا؟ انا نكون في بلاصتك ديك الثروه كامل نهديها نطلقوا المغاربه صافي, غديوها وغيدعيو معايا. دعوه المظلوم راه مستجابه الاخوان. هذا اللي كيعيشوا اخنوش اللي شفناه دابا البارح هي دعوه ديال المظلوم, دعوه ديال المظلوم والمقهور والمغلوب على امره. يعني دار في المغاربه واحد الحاجه اللي ما دارها حتى شي واحد. بزاف ديال الشفاره دازوا في الحكومه, بزاف ديال سرقوا من الميزانيه, بزاف وبزاف وبزاف, كل واحد دا شويه واحد ديال حقه. ولكن ملي جا اخنوش حفن بزاف, عيق مره. واش عمركم شفتوا شي رئيس الحكومه ملي كيقولوا له الصحافه كدير مع اللقاء وكتناقش معاه كتقول له انتم كرئيس الحكومه كيفاش كتشوفوا هذا غلاء الاسعار وشنو هي التدابير والاجراءات اللي اتخذتوها باش انكم يعني تحدوا من هذا الغلاء ديال الاسعار؟ واش كاين شي امكانيه ان المواطن المغربي يحس بشويه ديال الاسعار هبطات باش غيرد هويا؟ غيرد درنا شي مسائل, حنا كنراقبوا ليل نهار وحنا درنا شي مسائل. كاين شي رئيس الحكومه كيقول درنا شي مسائل؟ اش من مسائل السي رئيس الحكومه؟ واش الناس كتقول الاجراءات والتدابير وانت كتقول المسائل؟ شنو هي هذه المسائل؟ شنو زعما المسائل؟ انت رئيس حكومه كتجاوب بهذا الاسلوب هذا, درنا شي مسائل ما مسائل, يعني اسلوب ضعيف, مستوى ضعيف, سياسه ضعيفه, الحكمه ما كايناش, وكاينه غا النهب وانا ثم انا ثم انا, والمغاربه يكبوا على راسهم الماض البحر. شغلهم هذاك, ما عندي ما ندير. المهم انا نكون لاباس عليا وبخير, ولاباس عليك هالفلوس وصافي. هي الفلوس ندكسها في البنكه وندكسها في تحت الحيوط ومورا الكوادروس وندكسها بلا فايده. ما قادرش تجلس بحال المغاربه مع الاسف صراحه, والله الا مع الاسف, والله الا مثير للشفقه, قسما بالله مثير للشفقه, بالرغم من داكشي اللي درتيه كامل. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. مني الفيديو الاخوان ولكم التعليق, شنو بالكم في هادشي هذا الاخوان؟ شاركونا في التعليق ديالكم, عبروا. انتم مغاربه من حقكم تعبروا, لان الخير بغينا للبلاد ديالنا. الخير احنا مغاربه معروفين بالوطنيه ديالنا وحب ديالنا للوطن كيتغلغل, واكثر احنا الجاليه المغربيه كنموتوا على البلاد, كنساهموا دائما, كنصيفطوا فلوس للبلاد. رقم قياسي حطمنا في التحولات الماليه, يعني حطمنا جميع الارقام, كنصيفطوا الفلوس للبلاد, موقفين البلاد, كنعاونوا الفقراء في البلاد, كنديروا كل شيء على قبل البلاد, كنموتوا على البلاد. ما خلوناش هاد الناس هاد, وزعما هذا بغى يكرهنا في البلاد. هاد السياسات ديالو وهاد الالاعيب ديالو باغي يكرهنا في البلاد. ولكن لا, المغاربه باقي كتله وحده, باغي البلاد تقدم, ضروري خص البلاد تقدم. يمكنش يضحك علينا البراني. نتمنى يكون التغيير ان شاء الله. فالفيديو ديالي كيتسال هنا. شكرا متابعتي الاخير حتى الفيديو القادم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.